اسمعوا، كنت سأقول انظروا إلى هذه المنصة، لكن هذا يكفي أيضاً. حدث تغيير بسيط في ترتيب المتواجدين عليها سبب إصابة زوج السيدة الأولى بكوفيد-19. قد يطوق بوتين مدينة كييف بالدبابات، ورقة غش صغيرة عرضت الرئيس الأمريكي للسخرية. فما القصة؟ تعرض جو بايدن لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامه ورقة غش مطبوعة تتضمن الإجابات عن الأسئلة المتوقعة عندما واجه وسائل الإعلام لمناقشة الحرب في أوكرانيا. أعلن بايدن أن فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة، ولدى سؤاله يوم الاثنين عن تصريحاته نظر في بطاقة مطبوعة وأجاب بأنها تصريحات غير محضر لها وليست جزءاً من خطابه المعد. يستخدم بايدن بطاقات التلميح بانتظام، وتم تصويره بشكل متكرر وهو يحملها أثناء حملاته الانتخابية وفي مكتبه. كذلك استخدم بايدن عدة أوراق غش خلال أول مؤتمر صحفي رئاسي له. وفي لقائه مع بوتين خلال قمة 2021 استخدم أيضاً بطاقات التلميح. اعترض السيناتور راند بول على استخدام بايدن البطاقات المطبوعة وشكك بفطنة بايدن قائلاً إن تصريحات الرئيس المسن تشكل تهديداً للأمن القومي. وقال لشبكة فوكس نيوز: في كثير من الأحيان عندما تكون بالقرب من شخص يعاني تدهوراً بالمعرفة تجد نفسك تحاول مساعدته في جملة وتحاول مساعدته على إكمالها، لكن لا ينبغي لنا فعل ذلك مع القائد العام. اشتعلت حملة سخرية واسعة من الرئيس الأمريكي وتصرفاته وزلاته المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي. قال أحدهم: مخيف الديمقراطيون، يضعوننا في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، هذا هو أخطر ما شهده العالم منذ عقود بسبب الديمقراطيين وبايدن. وقال أحدهم: بايدن كان يعيش في عالم بديل معزول تماماً عن الواقع. وفي تغريدة أخرى كتب أحدهم: لقد تسبب بايدن في فوضى في أفغانستان وسيفعل الشيء نفسه بسبب كل ما يفعله إلا إذا كان يقرأ من البطاقات المطبوعة، ومع ذلك فإنه يتعثر ويقول إيراني بدل أوكراني. فهل ترى استعانة بايدن ببطاقات التلميح أمراً طبيعياً قد ينجيه من السقوط في الزلات؟